في مرحلة من حياة سيدنا رسول الله اسمها مرحلة عرض الإسلام على القبائل، كانت مرحلة شاقة جدا، والسر هو ردود أفعال هذه القبائل المؤذي جدا لرسول الله. من أول خروجه من مكة ووصوله للطائف راح لهم بالرحمة والهداية، فأخرجوه وطردوه بالحجارة وإيذاء السفهاء. مرورا بقبيلة بني عامر اللي سيدنا رسول الله عرض عليهم الإسلام، فبحيرة أو بحيرة ابن فراس قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ يعني لو أنت خلاص رحت عن ربنا عند ربنا نمسك إحنا بقى الخلافة والكلام ده، كأنهم عايزين يتبعوه بس بنية السيطرة وليس نية الإيمان. قال: إن الأمر لله يضعه حيث شاء، ما أضمن لكوش الموضوع ده. ومشي صلى الله عليه وسلم ولم يهتدوا. ويرجع كل مرة النبي يدعي بالهداية للناس اللي رفضت دعوة الإسلام مع استمرار قسوة وتكذيب قريش، لغاية موسم الحج، حج القبائل اللي كانوا بيحجوا للأصنام اللي حوالين الكعبة. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ست شباب بيحلقوا، فيستأذنهم إن هو يتكلم معاهم، يقولوا طب بعد ما نخلص. فلما عرض عليهم الإسلام اتفاجأ بانتفاضهم: هذا هو النبي الذي تحدثكم عنه اليهود، والله لا يسبقونكم إليه. عرفوا سيدنا رسول الله منين؟ وقتها كان في ضجة عملاها اليهود في المدينة بسبب ظهور علامات نبي هذا الزمان، وكانوا دايما يقولوا لأهل يثرب من الأوس والخزرج لما يختلفوا معاهم: لا يخرجن من بيننا نبي يجمعنا ونقاتلكم به. فلما خرج سيدنا رسول الله من غير اليهود كفروا به، وربنا يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني بيهددوا الكفار، بيهددوا أهل يثرب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فأكتر حملة دعائية كانت في المدينة لسيدنا رسول الله خرجت من أكتر ناس بيحملوا روح عدائية للنبي. فأنت لو محفوظ من الله، عدوك أو منافسك هو اللي هيبقى سبب في ارتقائك، وربك هيحميك. فرعون كان عايز يعمل حاجة تشبه الفضيحة لسيدنا موسى. لما سيدنا موسى دعا إلى الله قال له: أنا شايفك ساحر، فمش مثلا جاب له الساحر الكبير بتاعه ولا جاب له 10 سحرة، ده قال: أنا عايز أجمع كل السحرة اللي في مصر. طلعوا 70,000. وقال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه، يعني أجلوا شوي، أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. مش بس كده، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ اتجمع بني إسرائيل وكل السحرة. أنا عايز أقول لك كانوا عايزين كام شهر دول عشان سيدنا موسى يلف على مجالسهم وبيوتهم يدعوهم إلى الله، لكن اللي جمع لسيدنا موسى أكبر جمع للدعوة كان عدوه. وساعتها قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ما نفعتش عزة فرعون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين. فجأة من استعانة بعزة فرعون لسجود بين يدي الله مع سيدنا موسى، قمة الخضوع بدون نقاش أو حتى تدرج في الإيمان. وكل ده بسبب مشهد جمع الناس والسحرة اللي كان وراه عدو سيدنا موسى فرعون. فأنت لو مؤيد من ربنا اطمن، هيوصل لك النفع عن طريق اللي عايز يؤذيك. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ده حتى الشيطان هو بيتجادل مع ربنا عشان يؤذينا، طلع من بقه أكتر حاجة ربنا بيحبها وإحنا انتفعنا. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بس يبقى شكر ربنا وحمده ده هدفنا في الحياة، لأن ده هدف الشيطان يبعدنا عن شكر الله. يبقى اللي بيتكلم عليك أو اللي بيحاول يشوه صورتك عند أصحابك أو اللي بيديك زومبا عند المدير أو اللي بيفكر ليل نهار عشان يضربك في شغلك ورزقك، ما تنساش الشخص ده اللي ربنا قال فيه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الله محيط بكل ضر،
أراد حد من البشر يوصله لك، الله محيط وعليم. فأنت احمي نفسك بالاجتهاد والتمسك بقيمك، وما تخلفش ضميرك أو تلجأ للغلط عشان تحافظ على نفسك، لأن المعين بيعين الشخص الأمين. وامشي عدل يحتار عدوك فيك، ولو الملك سبحانه وتعالى أراد أن يجري بعض الأذى على إيد ناس بتكرهك، يبقى ده قضاء ربنا، وإحنا راضينا بالله ربا، وإن شاء الله العاقبة هتكون خير، وهيكرمنا في الدنيا أو في الآخرة أو في الاتنين مع بعض. فإن رب الخير لا يأتي إلا بالخير. فاللهم يا رب ارزقنا تمام اليقين أنه لا نافع ولا ضار إلا أنت، ولا معطي ولا مانع إلا أنت، ولا رافع ولا خافض إلا أنت، يا قادرا فوق خلقك، يا مهيمنا على جميع ملكك.